ايه مليشكا؟ كيفك يا حلو؟ متذكر موعدنا اليوم؟ جاي لعندي ولا لا؟ ايه رح روح بعد شوي، شوفك معناتها. واخيرا حاسس اني مرتاح. ماني حاسس بالذنب لاني عم احكي مع مليشكا ابدا. ماني حاسس اني عم خون لاكشمي، وبنفس الوقت انا كتير بحب مليشكا. وانا كتير بنبسط بس احكي معها. هيك لازم يكون الوضع، رح كون مبسوط هلا ومليشكا كمان، وكل عائلتي رح تنبسط. شعرك منكوش. بعرف انك ما بتحبي الشعر المنكوش ابدا. انت كتير غريب بصراحة، انت كتير حلو وبتطلع احلى اذا زبطت شعرك. معناتها ليش ما انت بتزبطي لي شعري؟ أنا حاسس إنه لاكشمي موجودة بكل مكان بالغرفة. رح أنقل لغير غرفة مشان ما هتحس فيها أبداً. اليوم أول يوم بلا لاكشمي كمان، هي بداية جديدة رح تكون. اليوم أول يوم لألي بالشغل حبيبتي، وأول يوم إلي كمان بدون ريشي. رح كون مبسوط هلأ. إيه بدي يكون مبسوط. مو معقول شهاد، ليش أخذتي مني الشاي؟ بعتذر مرتعمي، هاد لأنه للاكشمي. شو يعني مكتوب عليه اسم لاكشمي؟ وين كاستي أنا؟ أنا كنت نايمة، هلأ رح أعمل لك شاي وجب لك يا مرتك. يلا أخذتك، يلا لاكشمي، يلا لاكشمي، لو سمحتي أختي، يلا شربي الشاي وعندي الشاي قبل ما يبرد. ماشي باني، جيبي لي الغدا من هنا. جاي شالو، هلا رح اجيب لك الغدا كليون كلياتهم. ماشي خدي لاكشمي، جبت لك الغدا كليون كلهم. ها ما تنشغلي وتنزلي تاكلي. هاتي هاد. نسيت شيء مهم. شو؟ أنا نسيت أخذ عنوان المحل، ما اتصلت فيهم بالموبايل لحتى أخذه. قولي لي تخلص هدول كلهم. ها؟ إيه. جولدن المجوهرات. مرحبا، لو سمحت بدي عنوان محل المجوهرات عندكم ممكن؟ لا استنى. دقيقة. أنا لاكشمي أوب. باجوا. أنا لاكشمي باجوا عم تحكي معكم. بصراحة اللي صار، الأستاذ دارشان قال لي إنه أجي أشتغل بمحل المجوهرات، معي الرقم بس نسيت أخذ العنوان، ممكن تنقلني إياه؟ طيب استني شوي لو سمحتي. إيه في عنوان لاكشمي طوق كامل؟ في وحدة اسمها لاكشمي عم تسأل عن عنوان المحل، الأستاذ طلب منها إنه هي تيجي تشتغل عنا، شو بتحبي إلا؟ لاكشمي باجوا أنا جاية، معناها رح وصل لك طلبك على الوقت، عن إذنكم، شكراً لجيتكم. أنت شو رأيك؟ تفضلي مدام. ألو؟ لاكشمي باجوا؟ ايه مدام، انتي ما رح تشتغلي هون لهيك ما في داعي تجي، لا تضيعي وقتك على الفاضي.